بأجواء الطيف ريان على مسافة وعلى عمق 32 متر تحت السطح ديال الأرض. هذه هي الحفرة متابعة قناة شوف تيفي دائما على المباشر. غادي نحاولوا نسمعوا لو سمعنا يعني الصوت ديال الطيف ريان. ريان غادي نحاولوا نشوفوا واش الصوت ديال ريان غادي يتفاعل معنا. متابعي قناه شوف تيفي اجواء مثيره. ريان ريان كنحاولوا نسمعوا التواصل مع ريان. صراحة متابعي قناة شوف تيفي القلب ديالي كيزدح، القلب ديالي مازال بالروح. إذا مازال متابعي قناة شوف تيفي كاميرا بينت على أنه على قيد الحياة. كنحاولوا نتواصلوا ونقلوا لكم ونقلوا الشعب المغربي على المباشر الآن. نسبة ديال المشاهدة كبيرة بزاف. غنشوف هذاك المشهد، غير ذاك المشهد بغينا نقلوه. الله يجازيك بخير. شكرا. إذا المتابع قناة شوف تيفي ريان الآن على بعد 32 متر تحت يعني الأرض. الكل يترقب، الكل ينتظر يعني بشوق إخراج ريان. يعني صراحة أجواء مثيرة، الشعب المغربي يترقب لا من خلال المباشر هنا يعني في عين المكان، ولا من خلال الصفحة أو القناة ديال شوف تيفي على المباشر. نقول لكم مجهودات الكل هنا يحاول إنقاذ ريان. إذا شوفوا الآن المسافة اللي تم الحفر ديالها متابعي قناة شوف تيفي، تقريبا 20 أو أكثر من 20 متر اللي تم الحفر دياله الآن متابعي قناة شوف تيفي على المباشر. ننقل لكم الأجواء. حنا ابتعدنا لبعض الوقت لخلينا السلطات تقوم بالدور ديالها وبالواجب ديالها. والان ننقل للشعب المغربي ما يحدث مباشره هنا من اقليم شفشاون دوار اغران. ها هي الحفره الان اللي قامت بها السلطات من اجل الوصول للبئر اللي طاح فيه ريان، من اجل يعني مازال شويه ديال الخدمه، مازال واحد ساعتين الخدمه على ما اعتقد، لان مجهودات جباره تبذل هنا والكل يترقب، الكل على اعصابه لايجاد يعني مخرج لريان. قلت التكافل والتضامن ديال الشعب المغربي كيكون في مختلف القضايا. ملي كتكون شي قضيه اللي هي مهمه فالشعب المغربي كيكون متكافل ومتضامن بينه. والارواح ديال المغاربه ليست يعني بالسهله متابعي قناه شوف تيفي. كل روح ديال الشعب المغربي فهي عزيزه عند الشعب المغربي وعند السلطات وعند الذين يقومون ويسهرون على امن واستقرار هذه المملكه. مجهودات جباره تبذل، الساكنه صراحه كدير حتى هي الدور ديالها وكتنتظر بشوق. فنتمناو على ان الفرحه تكون فرحه الشعب المغربي كامل ويعود ريان للشعب المغربي. اذا هذا السيد قبل قليل خدينا في التصريح، فهو اللي غادي يقوم بحفر واحد الحفره منين غادي يساليو من الحفر هنايا ويوصلوا للعمق ديال 32 متر. غادي يدير واحد المعبر ما بين هنا ما بين هذا البئر اللي فيه ريان وما بين هذه البلاصه اللي كيحفروا منها متابعي قناة شوف تيفي. هو اللي غايدير، هو اللي غايتكلف يدير ذاك الحفره اختصاصي في هذه العمليه متابعي قناة شوف تيفي. حاولنا نتواصلوا مع ريان ما كيتسمع حتى شي حاجه، لان العمق يعني 32 متر، هو في مسافه 32 متر كما بينات الكاميرا قبل لحظات. غادي نحاولوا نقلوا لكم الاجواء متابعي قناة شوف تيفي. راه دايرين اكثر من جهدنا باش نقلوا لكم الواقع مع خوتنا هنا في اغران. إذا هذه هي الأجواء. عيت أنا صراحة. إذا هنا متابعي قناة شوف تيفي في هذا المكان هنا كاين ريان. خذينا التصريحات ديال الشاب حاول الإنقاذ ديالو، هبط 32 متر واحد الشاب البارح وما استطاعش باش يخرج ريان، لان كاينه واحد الصخره كما كجاء على تصريحات ذاك الشاب، كاينه واحد الصخره لتحت. ريان هبط تحت ذاك الصخره، هو ذاك الشاب البارح وصل ذاك الصخره وما استطاعش لانه يتعداها.